مساء الخير وتحية طيبة لكل من انضم إلينا على شاشة روتانا خليجيا لمتابعة برنامج سيرتي، وأهلا وسهلا فيكم اليوم في محطاتنا نتحدث عن مشروبات الطاقة، وسيكون في ضيافتنا أبطال فيلم الحياة. والآن خليني كالعادة أمسي بكل خير على زميلتي خلود في جدة ونتعرف على فقراته. ومساء الخير يا خلود. سعد لي مساك عزيزي ومسا كل من تابعنا عبر شاشة روتانا خليجية، أهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. فقراتنا منوعة مختلفة بنتناولها من استوديوهاتنا لهذا اليوم من جدة والرياض. أما من جدة مشاهدي الكرام، أنا عندي فقرتين. بالفقرة الأولى حنتحدث عن تكريم خاص لأكثر من 100 حرفية في جدة، بينما في فقرتنا الثانية حنتكلم عن انتخابات طوائف المهن في جدة. أذهب الآن وأعود لزميلتي العزيزة بالرياض ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم. إليك يا عزيزتي. شكرا لك يا خلود، وأكيد إحنا في انتظار فقراتك الشيقة. وقبل ما نبدأ مشاهدينا في فقراتنا، دائما أحب أذكركم بمتابعة حلقة البرنامج عبر زيارة صفحة البرنامج على اليوتيوب الظاهرة أمامكم على الشاشة، وكمان طبعا لا تنسونا من تفاعلكم معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، وأكيد آراءكم ومقترحاتكم على حسابنا في التويتر والإنستغرام. أما الآن أعزائي المشاهدين، فجولة سريعة على عناوين حلقة سيدتي لهذا اليوم. هي في جدة انتخابات خاصة لطوائف المهن. الشيف إلي سعادة في سوبر كوكينج يقدم طريقة تحضير سباجيتي روستي بالتونة. أعزائي المشاهدين، كانت هذه عناوين حلقتنا لليوم. هذه كانت أبرز العناوين، بس اسمحوا لي أن أنتقل الآن على جولة على أهم الأخبار الصادرة في المملكة. بداية خبرنا الأول من صحيفة الحياة بعنوان المفتي ينفي ما نسب إليه من فتوى إيجاز أكل لحم المرأة. وفي التفاصيل، نفى المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ما نسب إليه من فتوى باطلة ادعوا ناقلونها حديثه عن إيجاز أكل لحم المرأة في حالة الجوع الشديد، إذ أوضح أن ما نسب إليه من قول ما هو إلا من الأراجيف التي يهدف من خلالها الأعداء إلى إشغال المجتمع عن قضيتهم الأساسية في هذا الوقت. أعزائي المشاهدين، عندي تعليق أنه الفتاوي وزي هذه الأخبار ما يقبلها العقل، فما بالك إحنا نصدقها أو أنها تجي من مفتي المملكة. فطبعا لازم إحنا نرجع للعقل، يعني مش معقولة يعني أنه حيفتي يعني إيجاز أكل لحم المرأة. نجي لخبرنا الثاني لليوم من صحيفة اليوم بعنوان وزير الشؤون الاجتماعية آليات جديدة تحدد فئات المستهدفين قريبا. وفي التفاصيل، شدد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على احتساب الترقية الصحيحة بالإنجازات لا بالسنوات الوظيفية، إضافة لبعض آليات التي ستستحدث قريبا بإذن الله، فيما أشار القصبي إلى أن هناك من أكمل 10 سنوات خدمة ضمن الوزارة إلى أنه لم يقدم أي إنجاز يذكر. طبعا هذه خطوة أكيد فعالة من الوزير، أنه دائما الإنجازات مو بسنوات الخبرة ولا السنوات الموجودة، بالإنجازات اللي ممكن إحنا نلمسها. أما خبرنا الثالث اخترنا لكم إياها من صحيفة المدينة بعنوان الشورى، الشورى يدرس مقترح بمنح 1,000,000 ريال لأسر الشهداء. وفي التفاصيل، يدرس مجلس الشورى حاليا مقترح يحمل اسم نظام شهيد يهدف إلى تأمين مستقبل أسر الشهداء من خلال منح 1,000,000 ريال لكل أسرة وإعفائهم من الديون والعهود الملكية وديونهم للبنوك، ومع تعامل فوري لأحد أبناء الشهداء بوظيفة والدته وتوقيف المطالبة النظامية، ومع صرف راتب شهري قدره 5,000 ريال لوالدي. وهنا سيناقش الشورى توصيات تتعلق بتكريم المعلمين والمعلمات المتوفين والمعاقين في حوادث أثناء أداء عملهم، بالإضافة إلى جعل السنة التمهيدية للمرحلة الابتدائية سنة دراسية إلزامية لجميع الأطفال من عمر 5
إلى 6 سنوات. طبعا أكيد هذه توصيات خرج فيها مجلس الشورى، وطبعا إحنا نتمنى كل السلامة لكل جنودنا المرابطين، وهذه خطوة فعلا إيجابية من الدولة. نجي لخبرنا الرابع من صحيفة اليوم أيضا بعنوان 4 سعوديات ينافسن طالبات أوروبيات في أولمبيات الرياضيات. وفي تفاصيل الخبر أعزائي المشاهدين، أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ووزارة التعليم في الأولمبيات الأوروبية للرياضيات للبنات عن مشاركة 4 سعوديات في الدورة، وهذا وتعد هذه الخطوة من المشاركات التجريبية للمملكة للاستعداد للمشاركة في الأولمبيات الدولية للرياضيات عام 2015 التي ستستضيفها دولة تايلند في يونيو المقبل. ويذكر أن المسابقة انطلقت عام 2012 في المملكة المتحدة بمشاركة 19 دولة ومن بينها المملكة العربية السعودية التي شاركت بفريق ضم 3 طالبات، وحققت الطالبة أبرار الشيخ الميدالية البرونزية حينها. طبعا احنا اكيد نتمنى كل التوفيق لكل المشاركات السعوديات. نجي لخبرنا الخامس والاخير من صحيفة عكاظ بعنوان استخدام الجوال باليد اثناء القيادة مخالفة. وفي التفاصيل، وجهت وزارة الداخلية الجهات المعنية بإضافة مخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، وهذا وكشفت إحصائيات حديثة أن الحوادث المرورية تشغل نحو 30% من أسرة المستشفيات الحكومية وغرف العناية المركزة. ويذكر أن باحث أمريكي ذكر مؤخرا أن المملكة تفوق ولاية بوستن في عدد الحوادث المرورية. طبعا أكيد ما في أحد مننا يمشي بالشارع إلا يشوف يا إما اللي يقود المركبة ماسك الجوالات، وزي ما إحنا شفنا أنه أكثر من 30% من أسباب الحوادث هذه بسبب الجوال. طبعا أعزائي المشاهدين، إحنا نتمنى السلامة للجميع بالذات اللي يقودون المركبات. كانت هذه أبرز الأخبار الصادرة اليوم في المملكة، لكن فاصل قصير وأكيد برنامج سيدتي مكمل في فقراته. جديد سيدتي مول الآن على جهازك وموبايلك، أول موقع من نوعه عربياً. تجولي بكبسة زر في كل مولات مدينتك، طلعي على أحدث المنتجات وأسعارها وآخر العروض والتخفيضات، واختاري كل احتياجات جمالك وأناقتك وبيتك وعائلتك. سيدتي مول ينقل لك تجارب متسوقات ويستقبلك في ناد خاص لتتفاعلي وتفوزي بعروض شراء لك وحدك. تعالي يا بنات شوفوا وش منزلين على سيدتي مول. سيدتي مول، الوجهة الأولى للماركات العالمية. في سيدتي بعد الفاصل، تحذيرات متزايدة بأضرار مشروبات الطاقة مع الباحثة في التغذية نهى الحامد.